كابتن ندى، نفس الامر، انت بداتي ازاي التحكيم؟ ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ انا طالبه تربيه رياضيه 2015. بدات في التربيه الرياضيه عادي، بدات رياضه زي اي حد لسه بادئ رياضه، لسه بادئ يجري الكلام ده كله. فبعدين في الكليه عندي كونوا فريق كره قدم نسائي اول حاجه، فحبيت ادخل، دخلت مع الفريق تمام اول سنه. تاني سنه بصراحه انا كنت بعيده عن مجال التحكيم خالص، الا بس كابتن، عايزه اشكره جدا، كابتن صلاح وهب، حكم سابق قريب من بلدي يعني، وهو زي والدي بالظبط، هو اكيد قاعد يتفرج عليا دلوقتي. عظيم. هو اللي قال لي طبعا. اكيد طبعا كابتن صلاح هو شاف فيا ان انا هبقى حكم كويس، قال لي انت ستايلك حلو، عندك جري كويس، كل حاجه كويسه، عارفه في الكوره، ابداي خشي تحكيم وكده. بصراحه انا كانت خبرتي عن التحكيم يعني صفر. يعني ايه بقى ستايلك حلو؟ يعني شخصيتك، قراراتك، لياقتك وسرعتك، يعني بيبقى ايه المؤهلات اللي ممكن نقول ان ده حكم كويس؟ انا بتكلم على مستوى الرجال والنساء بشكل اول عام. حاجه في الاول بيبقى الستايل الخارجي الاول قبل ما يشوف فنياتك وقدراتك الاول، الطول، الوزن، عشان الكشف الطبي طبعا. تاني حاجه الرياضه، رياضه مستواك البدني ايه نظامه. تالت حاجه بقى مستواك الفني، لازم تعدي الاول الاختبار الطبي، تاني حاجه الاختبار البدني، تالت حاجه مستواك في الملعب ايه. فهو قال لي انت يجي منك هيجي منك حاجه كويسه، ادخلي وهتبقي حد كويس. انت عارفه كابتن نعمه رشاد هتبقي حد كويس. فانا كانت خبرتي عن التحكيم زيرو ساعتها. فانا فعلا اول ما قال لي كابتن نعمه رشاد انا دخلت وعملت سيرش وكده على كابتن نعمه، كان لسه كابتن نعمه لسه بتحكم لسه، شفت لها اكتر من برنامج وكده، وحابه اقول لها واحنا على قهوه كل سنه وهي طيبه، عيد ميلادها النهارده. وحابه اشكر كابتن صلاح جدا جدا، لان بصراحه من ساعه ما دخلت التحكيم وهو الدعم الاول ليا ولحد دلوقتي. عظمه جدا.